عليكم ورحمة الله. إخوان، كثير من الناس بيسألوني عن طائر المينا. طائر المينا هو طائر دخيل عنا في فلسطين، يعني انتشر قبل سنين. يبدو أنه حدا كان جايب منه كمية وهرب وانتشر انتشر انتشر سنة على سنة على سنة، انتشر تقريبا في كل المدن الفلسطينية. طائر المينا طائر ذكي جدا، طائر بحكي بتكلم مثله مثل الببغاء، لكن لازم يتربى يكون مثلا صغير ويتربى هو صغير وتعلمه على الحكي بصير يحكي. طبعا بسفر هو اشي حلو ومرتب، لكن هو عمل لنا مشكلة في الطبيعة عنا. المشكلة اللي عملنا اياها انه هناك نقص كبير في اعداد عصافير، اللي هو عصافير الدوري اللي هو اللي بحكي له احنا البلدي، لانه هو بيهاجم على شاشة وبيكلهم. وحتى الحمام البري، الكل بيعرفوا الحمام البري العادي اللي بيعش على الشجر مش الازرق الكبير، برضه بيهاجم عشوشهم وبكلهم. في نفس الوقت هو برضه طائر جميل، انا بشوف منه كثير عنا، صوته حلو وجميل. والمشكلة انه انتشر وخلص في بعض مناطق، في بعض مناطق يا اخوان بطلنا نشوف عصفور الدوري بسبب مهاجمته للاعشاش تبعها. يعني كنا زمان نشوف كثير عصفور الدوري، يعني منطقتنا نيجي نحكي انا اللي انا موجود فيها ما بشوف فيها بتاتا اي نوع من عصفير الدوري بسبب طائر المينا. حكيت ممكن انه يتربى بالاقفاص وتعوده ويصير طائر اليف ويتكلم عوضا عن الببغاء. يعني بالامكان اي شخص تربيه. واحنا انا جبت هذول الجوز شايفين، بدي اربيهم بالقفص وبدي اعمل عليهم تجارب، وبدي ادرس طائر المينا عندنا هون مش برا، هون طبيعته كيف عاش، كيف تأقلم مع البرد مش برد، لانه هذا بقوله انه بعيش في مناطق الهند الله اعلم وين، وهذيك مناطق بتعرفوا مناطق تيجي استوائيه، لكن عندنا كيف يتحمل البرد والثلج وتأقلم. فهذا الطائر بدي انا ادرسه منيح وادرس تصرفاته وبدي اشوف كيف وضعه. وانا عم بدور بدي اجيب صغير 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 اجرب اطعميه اربيه اشوف كيف الوضع. وهذا هو طائر المينا، الكل بيعرفه يا اخوان والكل صار يشوفه في كل المدن، حلو جميل. حكيت انا هذول الجوز اول شغله ايش بدي اعمل، بدي اضع القفص هون محل ما احنا بنقعد عشان يتعودوا علينا وعلى صوتنا ويبطل يخاف ونسمع صوت الصوت اللي بيصدره هذا الطائر. وطبعا الاكل هو بياكل، يعني انا بشوفه على الارض بياكل كل شيء، شيء بيكون مرمي. مره شفته بياكل مثلا كبين رز على الارض، انا مره شفته بياكل دوده، مسك دوده بياكل العصافير، يعني هذا بياكل كل شيء، حتى بياكل علف. يعني انا حطيت لهم هان علف، شايفين هاي بياكل علف، شايف ها حطيت لهم علف بياكل، علف بياكل كل شيء.